بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منصة البث المباشر مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض دروس الوحدة الثالثة، وزي ما تعودنا قبل ما بنبدأ في الدرس الجديد بنراجع مراجعة بسيطة على الدروس السابق دراستها في وحدتنا. هنشوف أسئلة المراجعة مع بعض. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. إحدى وسائل النقل النهري. إحدى وسائل النقل النهري. الدواب، الطائرات، القوارب، القطارات. طبعا النقل النهري هو أحد أنواع النقل المائي، هذه وسيلة نقل مائي. طبعا هتبقى إجابتنا سريعا كده شطار حبيبي، طبعا القوارب. اتنين، تعد مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت القطارات، السيارات، مترو الأنفاق. طبعا مصر أول دولة عربية وإفريقية أنشأت أو أقامت شطار حبايبي مترو الأنفاق. يوجد بمصر العديد من المطارات الدولية مثل مطار نقط، مطار من المطارات الدولية اللي موجودة في مصر. هل مطار دبي، برشلونة، القاهرة، ميامي؟ طبعا أهم المطارات الدولية أو من المطارات الدولية هو مطار العاصمة اللي هو مطار القاهرة الدولي. نشوف السؤال تاني، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، فشلت محاولة عباس ابن فرناس في الطيران. المحاولة اللي حاول فيها عباس ابن فرناس كانت محاولة فاشلة. طبعا قلنا عباس ابن فرناس هو أحد ما أول من حاول في الطيران لما عمل محاكاة بأجنحة الطيور، وقلنا إن المحاولة دي كانت محاولة فاشلة. طبعا عبارة صحيحة، لكن هي أول المحاولات للطيران أو استخدام الطيران الجوي. اتنين، النقل المستدام يعتمد على استخدام مصادر الطاقة النظيفة. لما اتكلمنا عن وسائل النقل المستدام وان مصر بتدعم النقل المستدام وان الهدف منه هو استخدام مصادر الطاقة، شطار طبعا مصادر الطاقة النظيفة. طب هنا بيقول لنا غير نظيفة، بينفي الجملة، يبقى العبارة هنا خطأ. استخدم النقل الجوي في نقل البضائع او الركاب والبضائع سريعة التلف. النقل الجوي بيستخدم في نقل الركاب والبضائع سريعة التلف. العبارة هنا عبارة صحيحة. طيب لو قال لي هنا فسر على العبارة دي، اذكر السبب ليه بستخدم النقل الجوي في نقل الركاب والبضائع سريعة التلف. انه قلنا ان من مميزات النقل الجوي انه سريع سريع وبيتخطى الحواجز والجبال والمرتفعات والبحار. السؤال الرابع، تطوير الطريق الدائري دليل على جهود الدولة لتطوير طرق النقل البحري. هو الطريق الدائري ده تبع النقل البحري. طبعا الطريق الدائري، القطارات، السكك الحديدية، مترو الأنفاق، كل دي من وسائل النقل البري. يبقى العبارة هنا عبارة خاطئة. ساعدت وسائل النقل المختلفة على التبادل التجاري بين الدول. قلنا إن وسائل النقل المختلفة على مر العصور ساعدت على وجود التبادل التجاري. الدليل على كده البعثات التجارية اللي كانت عند المصريين القدماء، وكمان طرق التجارة اللي في العصر الحديث. يبقى إذا وسائل النقل المختلفة فعلا ساعدت على حدوث التبادل التجاري بين الدول أو زيادة التبادل التجاري بين الدول. يبقى العبارة هنا صواب. ودي كانت مراجعة سريعة على الدرس الأول والثاني في الوحدة الثالثة. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الدرس الثالث واللي بعنوان قواعد وأخلاقيات استخدام وسائل النقل. زي ما احنا عارفين بنشوف في أول فقرات درسنا بنشوف أهداف الدرس. في أهداف درسنا النهاردة إن شاء الله هنكون كلنا قادرين في نهاية الدرس إن احنا نشرح دلالات علامات المرور وقواعد المرور، وهنتعرف على أهم علامات المرور اللي ممكن نشوفها. هنفسر أهمية علامات وقواعد المرور
هنلتزم بقواعد وعلامات المرور، نعرف إزاي نلتزم بيها وإزاي نطبقها بشكل صحيح، وكمان هنحدد السلوكيات الإيجابية لما نستخدم وسائل النقل. دي 4 أهداف وهنرجع ليها في نهاية الدرس إن شاء الله علشان نشوف نقيم نفسنا التقييم الذاتي. على بركة الله نشوف مع بعض. قلنا الفقرة التانية في درسنا فقرة لنتفاعل معا، واللي بيبقى فيها سؤال كبير بنجاوب عليه خلال شرحنا للدرس. ما علامات المرور التي تراها في الطريق؟ لو انت بتمشي وانت رايح المدرسة وانت راجع من المدرسة، الطريق بتاعك اللي انت بتمشي فيه، ايه هي يا ترى علامات المرور اللي انت بتشوفها في الطريق؟ طب كم علامة مرورية يمكنك شرح المقصود بها؟ انت ممكن تشوف علامات تقدر تشرحها، تعرف فهم معناها. طيب وعلامات ما انتش عارف المقصود بها ويعني ايه العلامة؟ وما الآداب التي يجب أن تتبعها عند استخدام وسائل النقل المختلفة؟ 3 أسئلة هنجاوب عليهم النهاردة. هنتعرف على أهم علامات المرور اللي بنشوفها في الطريق، وعدد علامات المرور أو العلامات المرور اللي أنت فاهم المقصود بها وإزاي نستخدمها، وكمان إيه هي الآداب الواجب اتباعها عند استخدام وسائل النقل المختلفة. طبعا درسنا بادئ بالصورة اللي قدامنا دي اللي هي القواعد المرورية. يعني ايه كلمة قواعد مرورية؟ دي مجموعة من القوانين او الاتفاقيات او الحاجات المحددة اللي لازم نلتزم بيها او يلتزم بيها قواعد مجموعة من اللي بيمشوا في الطريق، سواء دول كانوا مشاة اللي هم الناس اللي ماشية على رجليهم، او قائد السيارات اللي هم السائقين. طب ما تيجي نتعرف ايه هي قواعد المرور. قال لك ان انت عندك في قواعد المرور عندنا يوم 4 مايو من كل عام هو اليوم العالمي للمرور، ده اسمه اليوم العالمي للمرور. طيب في اليوم العالمي للمرور ده عندنا إدارة خاصة بالمرور اسمها الإدارة العامة للمرور. طيب عاملة اليوم ده أو اليوم العالمي معمول ليه؟ الهدف منه توعية المواطنين بقواعد وعلامات المرور، توعية المواطنين بقواعد وعلامات المرور. يبقى لما عملنا أو لما تم اتفاق على عمل يوم عالمي للمرور اللي هو يوم 4 مايو، يوم 4 مايو 4 5 احنا قربنا عليه، الاحتفال باليوم العالمي للمرور الهدف منه ان انا اعمل توعية للمواطنين بقواعد المرور وعلامات المرور وضرورة الالتزام بها، ضرورة كمان ان انا التزم بها. لما تيجي نتعرف على ايه هي اهم قواعد المرور، من قواعد قيادة السيارات لو انت بتسوق سيارة أو راكب مع والدك أو والدتك وبيسوق السيارة أو راكب في الباص بتاع المدرسة، يا ترى إيه هي قواعد قيادة السيارات اللي بيبقى عارفها قائد السيارة ولازم يلتزم بيها؟ عندنا مجموعة من قواعد قيادة السيارات زي مثلا تحرك السائق السيارة في مسار محدد على الطريق، إن أنت مينفعش تبقى ماشي في الطريق وتقعد تمشي شمال ويمين وتقعد قدام الناس كده وتعمل حركات في الطريق. طبعا ده خطأ، يبقى سائق السيارة لازم يمشي في المسار المحدد، الطريق المحدد ليه على الطريق. كمان عدم تجاوز السرعة المحددة، ان احنا بنلاقي كده السرعة 80 السرعة 50 السرعة 60 بتبقى موجودة في علامات موجودة على الطريق زي اللي قدامنا دي. دي معناها ايه؟ عدم تجاوز السرعة المحددة، يعني لما تشوف الارقام دي مكتوبة اللي هي بتاعت السرعات متعلقة في أحد اللوحات المرورية اللي على الطريق، يبقى لازم السائق يلتزم بهذه السرعة، لازم يلتزم بتطبيق هذه السرعة وما يزيدش عنها. عدم استخدام الهاتف المحمول أو تناول أي طعام أو شراب أثناء القيادة. لو أنت اللي بتسوق السيارة أو والدك أو والدتك قول له ما ينفعش وإحنا ماشيين إن إحنا نستخدم الهاتف المحمول، وكمان ما ينفعش ناكل أو نشرب أثناء قيادة السيارات، لأن ده ممكن يشغلنا عن الطريق وده يؤدي إلى حدوث حوادث السير أو حوادث الطريق. كمان من قواعد قيادة السيارات هي اتباع علامات المرور، ودي أحد إشارات المرور اللي بنشوفها في الطريق وعندنا فيها 3 ألوان، وهنتعرف على المفهوم من كل لون أو المقصود بكل لون. يبقى أنا عندي مجموعة من قواعد قيادة السيارات، إن السائق يتحرك بالسيارة بتاعته في المسار المحدد ما يطلعش عنه، ان احنا ما نزيدش عن السرعة المحددة اللي بتبقى معمولة في اشارات او علامات على الطريق، عدم استخدام الهاتف المحمول او تناول اي طعام او شراب اثناء القيادة، ان انا ما نشغلش باي حاجة
في إيدي عن قيادة السيارة، وكمان اتباع علامات المرور. دي كلها قواعد قيادة السيارة. طيب أنا ما عنديش سيارة، أنا ماشي في الطريق. عندنا قواعد اسمها قواعد المشاة. قواعد المشاة اللي هي الناس الأشخاص العادية اللي مش سايقة سيارات. طيب ليها قواعد إنها تمشي في الطريق؟ إزاي تمشي في الطريق عشان تحافظ على حياتها؟ أو إيه هي القواعد والإرشادات اللي المفروض تتبعها علشان تحافظ على حياتك؟ مهمة جدا إنك تعرفها، قواعد المشاة، علشان وإنت رايح المدرسة راجع من المدرسة تبقى ماشي في الطريق بتاعك في أمان. من أهم قواعد المشاة، عندنا مجموعة من قواعد المشاة زي الانتباه إلى إشارات المرور عند عبور الطريق، الانتباه إلى إشارات المرور عند عبور الطريق، كمان العبور من المكان المخصص لعبور المشاة زي اللي قدامنا في الصورة ده، ده مكان مخصص لعبور المشاة ومرسوم كمان في الإشارة أو في علامة المرورية اللي موجودة قدامي بتحدد لي المكان المخصص لعبور المشاة. استخدام كباري المشاة أو أنفاق العبور، ودي بتبقى معمولة في الطرق والمناطق اللي فيها طرق سريعة جدا، بتبقى معمولة على الطريق من فوق كوبري للمشاة أو نفق من تحت الطريق لعبور المشاة علشان ما ينفعش نقطع الطريق وهي السيارات ماشية في الطريق نعرض للخطر. السير دائما على الرصيف المخصص للمشاة، إن أنا ما ينفعش يبقى جنب الرصيف وأنزل أمشي على الأرض بين العربيات أو السيارات، ده هيعرضني للخطر. يبقى أنا عندي مجموعة من قواعد المشاة الواجب الالتزام بيها، إن أنا أنتبه جيدا لإشارات المرور عند عبور الطريق، علشان كده ضروري إن احنا نتعرف على كل إشارات المرور وأبقى فاهم معنى كل إشارة من الإشارات اللي قدامي وأبدأ أنفذها أو أتحرك على أساس هذه الإشارات. كمان إن أنا أستخدم الأماكن المخصصة للعبور للمشاة، أماكن مخصصة لعبور المشاة، إن أنا أستخدم كباري المشاة أو أنفاق العبور، ودي علشان ما تعرضش للخطر قلنا. كمان السير دائما على الرصيف المخصص للمشاة، دي كلها اسمها قواعد المشاة. قواعد المشاة ضروري جدا ان انا افرق ما بين قواعد قيادة السيارات وقواعد المشاة. ليه افرق بيناتهم؟ لانه بيجي في الامتحان او بيجي في الاسئلة يقول لك من اهم قواعد قيادة السيارات او من اهم قواعد المشاة، ويروح جايب لك 4 اختيارات يبقى فيهم إجابة واحدة بس اللي صحيحة، فلازم نركز شوية وفرق ما بين قواعد المشاة وقواعد السيارة. لما تيجي نتعرف على علامات المرور اللي ممكن نشوفها، عندنا مجموعة من العلامات المرورية وهي 6 مجموعات من العلامات المرورية، 6 أقسام. أول هذه الأقسام هي العلامات الأرضية. طيب ايه العلامات الارضية دي؟ حاجات مرسومة على الارض، خطوط مرسومة على الارض زي اللي بنشوفها قدامكم دي، خطوط مرسومة على الارض بتوضح مسار الطريق اللي هتتحرك فيه السيارة على الطريق، مثل الخط الاصفر المتصل اللي بيفصل بين حركة مرور السيارات في الاتجاهين المتضادين. يبقى انا عندي خطوط مرسومة على الارض اللي هي العلامات الارضية، دي بتفصل بين أو بتوضح حركة مرور السيارات في الاتجاهين المتضادين. لو أنا عندي الطريق بيمشي فيه اتجاهين رايح جاي، فلازم أميز الطريق، أعرف إن الحد هنا ده اتجاه اليمين، لحد هنا اتجاه اليسار، فلازم أفرق بين ده وبين ده. فالدي بيتعمل إيه؟ بيرسموا على الطريق خطوط، خطوط باللون الأصفر زي اللي قدامنا في الصورة دي، ودي بتفصل ما بين حركة السيارات في الاتجاهين المتضادين. طيب دي اول العلامات اللي هي العلامات الارضيه. طب يا ترى ايه تاني العلامات؟ علامات اسمها علامات ارشاديه، من اسمها كده بتعرفني الحاجات اللي موجوده في الطريق، بتوضح لي معالم الطريق. يعني مثلا مركز الاسعاف، لو شفت اشاره زي دي مثلا مركز اسعاف، لو شفت مثلا زي دي كده اشاره اسمها محطه وقود، لو شفت دي مطعم، يبقى انا عندي اشارات بفهمها زي مثلا دي اتجاهات الاجباري ان انا امشي في الطريق. يبقى دي كلها اسمها علامات ارشادية. علامات ارشادية، العلامات الارشادية دي بتوضح لي معالم الطريق، بتوضح لي الحاجات اللي ممكن اشوفها او اقابلها على الطريق بعد فترة وانا ماشي. يبقى دي اسمها العلامات الارشادية. يبقى قلنا علامات ارضية وعلامات ارشادية. رقم 3، العلامات الإلزامية، ودي بتشير إلى اتجاه إلزامي يجب أن تسير فيه السيارات أو الطرق الإجبارية، زي مثلا
طرق للمخصصة للدراجات والطرق المخصصة للمشاة، وكمان عندي طرق بتبقى مخصصة للحيوانات. يبقى أنا عندي دي اسمها كلها علامات إلزامي بتلزمني بالسير، أو إنك تلزم السيارات في السير أو الطرق الإجبارية اللي لازم تمشي فيها السيارة. المجموعة الرابعة هي العلامات الضوئية، والعلامات الضوئية اللي هنتكلم فيها عن إشارات المرور الأكثر انتشارا واللي إحنا بنشوفها في الشوارع كتير ولازم نبقى فاهمين معناها. عندي نوعين من علامات أو من إشارات الضوئية أو العلامات الضوئية، إشارات خاصة بالسيارات واللي هي فيها الثلاث ألوان الأحمر والأصفر والأخضر، وعندي إشارات خاصة بالمشاة ودي اللي بيبقى مرسوم فيها الشخص الإنسان كده وبيتلون بلونين فقط، يا إما لون أحمر يا إما لون أخضر. يبقى أنا عندي أهو علامات ضوئية تضيء باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر علشان تنظم حركة مرور السيارات. طيب يا أستاذ، اللون الأحمر في السيارات معناها قف، الأصفر معناها استعد للوقوف، الأخضر معناها سر أو تحرك، تبدأ تتحرك. طيب العلامات التانية اللي على شكل إنسان، دي علامات ضوئية على شكل إنسان بتضيء بلونين احنا شايفينها في الصورة لونين فقط، لون أحمر ولون أخضر. اللون الأحمر معناه انتظر، يعني انت متعرض للخطر ما تمشيش. كمان اللون الأخضر اعبر ابدأ اتحرك. فلازم أفرق ما بين الإشارتين، لازم أفرق ما بين الإشارتين. طيب أنا ماشي في الطريق يا مستر واللي شفتها إشارة مرور أو علامات ضوئية الخاصة بالسيارات، إمتى أعبر الطريق؟ لما ألاقي الإشارة حمراء وخاصة بالسيارات حمراء، هلاقي السيارات كلها واقفة، أبدأ أنا أمشي أو أعبر من المكان المخصص للمشاة. إنما لو كانت باللون الأخضر أو الأصفر، لأ ما حاولش وما غامرش علشان ما تعرضش للخطر. طيب أنا في طريق يا مستر واللي موجودة إشارة من إشارات الخاصة بالإنسان اللي على شكل الإنسان اللي لعبور المشاة، أتحرك إمتى على الطريق؟ طبعا ما أعرضش نفسي للخطر، أول ما ألاقي الإشارة أخضر إنسان باللون الأخضر يبقى معناها أعبر الطريق، أبدأ أتحرك على الطريق، أنت كده في أمان. طيب لو إنسان باللون الأحمر، طبعا أحمر معناه هنا الخطر، انتظر ما تتحركش. يبقى لازم أفرق بين دي الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة والإشارات الضوئية الخاصة أو العلامات الضوئية الخاصة بالسيارات. رقم خمسة هي العلامات التحذيرية، والتحذيرية دي بتحذر من المخاطر المحتملة، حاجات أو علامات بتحذر من المخاطر المحتملة. وغالبا الإشارات أو العلامات التحذيرية كلها بتبقى محطوطة في مثلث وباللون الأحمر، مثلث وباللون الأحمر. الإرشادية معظمها بتبقى محطوطة في لون أزرق، معمولة باللون الأزرق ودي بتوضح للطريق. لسه كمان هنشوف علامات اسمها علامات المنع، ودي اللي بتبقى محطوطة في دايرة، محطوطة في دايرة وعليها شرطة معناها لا، ممنوع، عدم، ده هنتكلم عنها. طيب رقم خمسة علامات التحذيرية، دي بتحذر من المخاطر المحتملة، زي مثلا منطقة عمل، احذر منطقة عمل، ده لو انت ماشي في الطريق، احذر منحدر خطير، انت شايف منحدر خطير، خلي بالك لما اشوف مثلث معمول كده وفيه حيوانات او صورة لحيوانات، احد الابقار اهي، معناها ان المنطقة اللي انت داخل فيها بالسيارة بتاعتك دي منطقة زراعية فلازم تمشي بحذر. كمان عندي اهو المنطقة دي او الرسمة دي لما يكون عندي عبور للمشاة، احذر امامك عبور اطفال اللي دي بتبقى غالبا قدام المدارس اللي على الطريق. فاحنا عندنا مجموعة كتيرة من العلامات التحذيرية اللي لازم نفهم معناها، لازم نفهم معناها علشان ما نتعرضش للخطر اثناء السير في الطريق او عبور الطريق. اخر العلامات والمجموعة السادسة هي علامات المنع، وقلنا علامات المنع تشير الى السلوكيات التي يجب تجنبها اثناء القيادة، دي بتشير الى السلوكيات التي يجب تجنبها اثناء القيادة ودي اسمها علامات المنع. لما بنقراها بنقول ممنوع الانتظار او ممنوع استعمال آلة التنبيه، دي اسمها علامات المنع. ممنوع الانتظار، ما ينفعش في مكان، المكان ده ما ينفعش تنتظر فيه،
أو ممنوع استعمال آلة التنبيه، ودي غالبا بتبقى جنب المناطق اللي ما بتحتاجش الإزعاج زي المستشفيات مثلا. أنا مش محتاج إن أنا أزعج المرضى، ما ينفعش أعمل إزعاج للمرضى، فغالبا بنحط العلامة دي ممنوع استعمال آلة التنبيه بجوار المستشفيات. طب ما تيجي نلخص يا مستر كل علامات المرور اللي احنا شفناهم الـ6 أقسام. قلنا تلخيص لعلامات المرور 6 أقسام، أول نوع منها هي العلامات الأرضية، قلنا اللي هي خطوط مرسومة على الأرض وبتوضح مسار تحرك السيارة، خاصة لو السيارة دي بتتحرك في اتجاهين متضادين. 2 علامات إرشادية، ودي اللي بتوضح معالم الطريق للسائق، دي بتوضح للطريق. 3 العلامات الإلزامية، ودي بتشير إلى اتجاه إلزامي الذي يجب أن تسير فيه السيارات أو الطرق الإجبارية زي ما شفناها في الصور. طيب علامات ضوئية، ودي اللي تعرفنا فيها على إشارات المرور اللي بتلون معايا بالألوان أو اللي بتظهر عندي بالضوء. علامات ضوئية لتنظيم حركة السيارات، ودي بيبقى فيها 3 ألوان، أحمر وأصفر وأخضر، وكمان علامات ضوئية للمشاة أو تنظيم عبور المشاة أو الإنسان، ودي بيبقى فيها 2 الأحمر والأخضر فقط. 5 ودي العلامات التحذيرية، وإن العلامات التحذيرية دي بتحذر من المخاطر المحتملة. 6 وآخر العلامات اللي اتكلمنا عنها هي علامات المنع، اللي بتشير إلى السلوكيات التي يجب تجنبها أثناء القيادة. يبقى احنا دلوقتي اتعرفنا على علامات المرور، وتعرفنا على قواعد قيادة السيارات، وكمان قواعد السير اللي هي اسمها قواعد المشاة. طب ما تيجي يا حبايبي مع بعض كده نشوف جهود الدولة لتنظيم حركة المرور. بما إن عملية تنظيم حركة المرور مهمة جدا للحفاظ على الأرواح، الحفاظ على أرواح المواطنين، يا ترى الدولة عملت إيه من الجهود لتنظيم هذه الحركة أو لتنظيم عملية المرور؟ أول حاجة أصدرت الدولة العديد من القوانين زي قانون المرور، وكمان وضع كاميرات على الطرق، بنلاقي دلوقتي في كاميرات كتير موجودة في الطرق. طيب زي اللي في الصورة قدامنا دي جنب إشارة المرور بنلاقي كاميرات بتشوف كل المخالفات أو بتاخد كل المخالفات المرورية، وبتراقب الطرق وتعرفني مناطق الازدحام المروري. 3 وضع ملصقات إلكترونية جديدة على كل سيارة لمعرفة مدى التزامها بقواعد المرور، وحصر أماكن الكثافة المرورية والتعامل معها. زي اللي قدامنا ده ملصق إلكتروني، ده بيتم وضعه على كل السيارات علشان بنشوف الحكومة أو الدولة تقدر تشوف مدى التزام السائقين بقواعد المرور ومعرفة أماكن الكثافة المرورية والتعامل معها. طيب لو أنا هستخدم وسائل النقل العامة، أنا ما عنديش سيارة وبركب الأتوبيس أو بستخدم النقل العام، يا ترى إيه هي الآداب اللي اتبعها أثناء استخدام وسائل النقل العام؟ عندي مجموعة من الآداب يجب على الركاب الالتزام بها، منها عدم استخدام المقاعد المخصصة لكبار السن أو المرضى أو النساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ودي غالبا بلاقيها في القطارات وفي متر الأنفاق وفي الأتوبيسات الحديثة، بيبقى عندي كده مقاعد مرسوم عليها إنها مخصصة أو مكتوب عليها من فوق مخصصة لكبار السن أو للمرضى أو النساء الحوامل أو ذوي الاحتياجات الخاصة. كمان عدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارة، إن أنت لو تركب الباص ما تقعدش في المقاعد القدامية، المقعد الأول، أو عدم إخراج أجسادهم من النوافذ زي اللي في الصورة قدامنا ده، لأن ده ممكن يعرضهم للمخاطر. عدم الكتابة على وسائل النقل، إن أنا قاعد في السيارة أو في الباص ما تشتكش القلم وأقعد أكتب وأشخبط على الكراسي أو على وسيلة النقل اللي أنا بستخدمها، وده غلط. عدم إلقاء الحجارة على القطارات أثناء سيرها، لأن ده بيسبب أضرار للركاب وللقطار. كمان إفساح الطريق لسيارة الإسعاف، ودي من أهم الحاجات اللي لازم نتبعها، إن لو أنا راكب في سيارة أو بسوق سيارة أو حد من أهلي بيسوق سيارة وسمعنا على طول الصوت بتاع سيارة الإسعاف، السرينة اللي احنا بنقول عليها سرينة سيارة الإسعاف، الصوت العالي اللي بتعمل سيارة الإسعاف، لازم نفتح ليها الطريق على طول،
ليه؟ لأن سيارة الإسعاف لازم تمشي بسرعة ولازم توصل للمستشفى بسرعة، لأن بيبقى فيها حالات مرضية محتاجة لكل ثانية ولكل الوقت إنها توصل فيه أسرع علشان تنقذ حياة المواطنين. يبقى دي ضرورة إفساح الطريق لسيارة الإسعاف. كمان إن أنا ما استخدمش زي ما قلنا المقاعد المخصصة لكبار السن أو المرضى أو النساء الحوامل أو ذوي الاحتياجات الخاصة. لو أنا قاعد وأحد كبار السن ركب وسيلة النقل اللي أنا فيها، طبعا أفضله المقعد المخصص لكبار السن، وهكذا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. لو أنا راكب السيارة ما أقعدش في المقاعد الأمامية، أو إن أنا أخرج راسي من النوافذ بتاعة السيارات أو الباص. عدم الكتابة على وسائل النقل، إن أنا لو بيعدي من جنب القطارات ما أرميش عليها حجارة أثناء سيرها، لأن ده هيسبب أضرار للركاب والقطار. أضرار للقطار ممكن يكسر النوافذ الزجاجية بتاع القطار. أضرار للركاب، لو أحد الحجارة جت في الركاب طبعا ده هيصاب بأذى. وإيه السياح الطريق لسيارة الإسعاف؟ ودي اللي شرحناها. طيب تعالوا نشوف النشاط الجميل ده، جايب لنا مجموعة من السلوكيات. بيقول لك لو السلوك اللي انت هتقرأه ده او تسمعه صحيح هنكتب قدامه صاد، لو خطأ هنكتب السلوك ده غير صحيح هنكتب قدامه خاء اللي هو السلوك الخطأ. طيب النشاط ده فين؟ النشاط ده موجود في الكتاب المدرسي. طب تعالوا نحل هنا الأول ونبقى نشوف في نهاية حصتنا أنشطة الكتاب المدرسي. النظر جيدا إلى إشارة المرور قبل العبور، إن أنا أبص وأتأكد من إشارة المرور قبل ما أبدأ أعدي الطريق. دي سلوك صحيح ولا سلوك خطأ؟ طبعا شطار حبايبي، ده سلوك صحيح لأنه هيحافظ على الأرواح. صاد. تناول الطعام أثناء قيادة السيارة، لو أنا بسوق السيارة أو راكب مع حد قريبي بيسوق سيارة ولقيته بيتناول الطعام، أقول له ده سلوك صحيح ولا سلوك خطأ؟ طبعا ده سلوك غير صحيح، سلوك خطأ. إخراج الأطفال أيديهم من النوافذ، لو أنتوا راكبين الباص بتاعة المدرسة وإحنا ماشيين في الطريق طلعنا إيدينا من النوافذ، ده سلوك صحيح ولا سلوك خطأ؟ طبعا ده سلوك خطأ، ما ينفعش نعمله، هيعرضنا للخطر. تهدئة السائق للسرعة عند عبوره لمنطقة زراعية، أحد السائقين لما جاء عند المنطقة الزراعية راح بدأ يهدئ السرعة. طبعا ودي عبارة سلوك صحيح جدا لأنه بيوضح مدى التزامه بقواعد سير السيارة. 5، التحرك بالسير أمام سيارة الإسعاف، لو أنا راكب العربية أو راكب مع حد ماشي بالعربية وسمعنا صوت سيارة الإسعاف وما فسحناش ليها الطريق، عدم إفساح الطريق لسيارة الإسعاف ومشينا قدامها، طبعا ده إيه؟ سلوك خطأ، لأن ضروري جدا إن إحنا نفسح الطريق أمام سيارة الإسعاف زي ما شرحنا ليها، لأنها بتحتاج لكل وقت لإنقاذ حياة المرضى. تعال نشوف دي برضو من أسئلة الكتاب المدرسي. تخير الإجابة الصحيحة فيما يأتي من قواعد المشاة. نركز، إحنا عايزين قواعد المشاة وليست قواعد السيارات. قيادة السيارات، عدم استخدام الهاتف المحمول، العبور من مكان مخصص للمشاة، عدم تناول أي طعام أو شراب، العبور من مكان مخصص للسيارات. انا عايز هنا قواعد المشاة. قواعد المشاة انا هختار العبور من المكان المخصص للمشاة. 2، بعد العلامة المرورية التالية اللي قدامنا دي، آلة التنبيه ومعمول عليها شرطة حمراء في دايرة حمراء، من العلامات دي علامات ايه؟ تحذير ولا علامات أرضية ولا علامات المنع ولا علامات إرشاد؟ قلنا اللي موجودة في دايرة حمراء وعليها شرطة مايلة بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا ممنوع، ممنوع استخدام آلة التنبيه لعلامات المنع. علامات إيه؟ المنع. تعد العلامة المرورية التالية اللي هي الدراجة اللي موجودة قدامنا من العلامات إيه؟ دي علامات تحذيرية ولا المنع ولا الأرضية ولا الإلزامية؟ طبعا العلامة اللي قدامنا دي من العلامات الإلزامية اللي بتلزمك بطريق معين، طريق سير معين للدرجات. 4، تعد العلامة المرورية التالية، أحد الحيوانات ومحطوطة في المثلث الأحمر، من العلامات نقط تحذيرية ولا علامات المنع ولا الأرضية ولا الإرشادية؟ طبعا قلنا مثلث أحمر
يبقى دي من اسمها من العلامات التحذيرية، بتحذرني ان انا داخل على منطقة زراعية. صنف العلامات المرورية التالية الى القسم التابع ليها، وجايب لنا 3 اقسام: منع وارشادية وتحذيرية. كل علامة من دول في قسم من الاقسام. العلامة المرورية التالية من العلامات عندنا شكل للرمز بتاع الإسعاف أو مركز الإسعاف، قلنا ده بيبقى علامة إيه؟ شطار يا حبايبي، دي علامة إرشادية بتوضح لي إن أنا داخل على منطقة فيها مركز إسعاف أو قريب مني على الطريق. العلامة التانية، العلامة المرورية التالية، أحد العمال اللي بيحفر قدامنا أهو شغال مع أحد العمال اللي شغال، دي من العلامات إيه؟ قلنا دي من العلامات، مثلث أحمر يبقى علامات تحذيرية، بتحذرني إن أنا داخل على منطقة عمل. تعد العلامة المرورية التالية البي اللي معمول عليها الشرطة وفي دايرة حمراء، قلنا دي علامات ايه؟ دي علامات المنع، علامات المنع، والعلامة دي تحديدا مكتوب عليها بي، يعني باركينج ممنوع الانتظار، ممنوع ايه؟ الانتظار. طيب بيقول لنا ايه؟ حدد 2 من، عايزين 2 من، 1 قواعد قيادة السيارات، قواعد قيادة السيارات. لو عايز 2 من قواعد قيادة السيارات، احنا قلنا عندنا كتير من قواعد قيادة السيارات: التزام بالسرعات المحددة، الالتزام بمسار السير المحدد، كمان عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو تناول الطعام والشراب، كل دي من قواعد قيادة السيارات، نكتب 2 منهم. تحرك السائق في مساره المحدد على الطريق، وعدم تجاوز السرعة المحددة. رقم 2، اذكر 2 او حدد 2 من آداب استخدام وسائل النقل العامة. لو أنا هستخدم وسائل النقل العامة، إيه هي الآداب اللي أنا أستخدمها فيها أو الآداب اللي أنا لازم ألتزم بيها؟ عندي مجموعة كبيرة من الآداب، زي مثلا افتح الطريق لسيارة الإسعاف، زي مثلا كمان عدم الكتابة على سيارات النقل أو في وسائل النقل العامة. كل دي 2 أهم. نقول مثلا عدم استخدام المقاعد المخصصة لكبار السن أو المرضى أو الحوامل أو ذوي احتياجات خاصة، عدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارة أو إخراج أجسادهم من النوافذ. حدد 2 من جهود الدولة لتنظيم حركة المرور. يا ترى إيه هي جهود الدولة علشان تنظم حركة المرور؟ قلنا عندنا وضع الكاميرات على الطرق علشان يراقبوا الطرق، ومعرفة مناطق الازدحام، إصدار قانون المرور. أنا عندي إصدار قانون مرور ووضع كاميرات على الطرق. نشوف سؤال تالي، فسر كل مما يأتي، يعني اذكر السبب. إيه هي أهمية اتباع قواعد المرور؟ ضروري إن أنا أتبع قواعد المرور ليه؟ مهم ليه؟ لأنها تؤدي إلى الحفاظ على سلامة الأرواح، سلامة أرواح المواطنين، وكمان عدم وجود ازدحام مروري، مش عندي ازدحام في المرور. الحفاظ على أرواح الناس والتقليل من الحوادث. طيب أهمية وضع علامات ضوئية على شكل إنسان في الشوارع، دي إنسان في الشوارع يبقى تعبر عن إيه؟ تنظيم حركة مرور المشاة أو عبور المشاة في الشوارع. العلامات الضوئية الدائرية قلنا دي خاصة بالسيارات، تنظيم حركة مرور السيارات. صواب أم خطأ؟ تشير العلامات الإلزامية إلى معالم الطريق. العلامات الإلزامية بتشير إلى معالم الطريق. طبعا قلنا العلامات اللي بتوضح لي معالم الطريق هي اسمها العلامات الإرشادية، اللي بترشدني لمعالم الطريق، يبقى دي خطأ. أصدرت الدولة قانون المرور لتنظيم حركة السير في الشوارع. طبعا العبارة هنا عبارة صحيحة. من آداب استخدام وسائل النقل العامة إلقاء الحجارة على القطارات، إن أنا أشوف القطارات أرمي عليها الحجارة. طبعا دي عبارة خطأ، وإن ده بيعرض القطارات للمخاطر والركاب. تسعى الإدارة العامة للمرور لتعريف التلاميذ بقواعد وإشارات المرور. طبعا إحنا الدولة بتسعى أصلا إنك تعرفك قواعد المرور وإن إحنا نعرفها. طيب إحنا بنعرفها إزاي يا مستر؟ ما إحنا بناخد أهو قواعد وأخلاقيات استخدام وسائل النقل، بناخد كمان أهو العلامات المرورية وأقسامها الـ6 ونتعرف عليها. يبقى العبارة هنا صواب. تنقسم العلامات المرورية إلى 5 أقسام، لسه طبعا قايلينهم إن هما 6 أقسام، يبقى دي خطأ.
الدرس بتاعنا كان بسيط وسهل، دلوقتي دورنا إن إحنا نعمل تقييم ذاتي لنفسنا، هنرجع للأهداف بتاعة الدرس بتاعتنا ونشوف إحنا حققناها بأي مستوى يا حبايبي. وكمان ما ننساش إن إحنا نرجع لتدريبات وأنشطة الكتاب المدرسي علشان نزود فهمنا للدرس. وأتمنى لكم التوفيق. كان معاكم مستر عماد عيد أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.